كنت هناك في المسبرة، كنت واقفة من بعيد، شفت منظر كان هادي ورهيب، ناس واقفة بتقول الله محبة، ناس بكده للسلام حبة حبة، ناس كتيرة متجمعة، ما تكونش في وليمة متوزعة، بالشموع واقفين وصليبهم ماسكين وقلوبهم رافعين بربهم في صلاتهم صارخين، شهيد تحت الطلب، شهيد تحت الطلب ده كان شعارهم، كلمة ليسون دي كانت كلمتهم. وقفت كده في مكاني وقلت اسمع على ايه متجمعين، وقفت شوية وبصيت للمنظر العجيب، سمعت أجمل التسابيح بالألحان، كنت حاسة إني في السما، في السما طاير عيناني، فجأة المنظر ابتدى يتغير، ناس بتصوت وناس بتجري، وسمعت صوت الرصاص بيجري، دبابات بتدوس على بني آدمين بتمشي، جندي بقلب حجر بيقتل فخور البشر، في ثواني لقيت ناس على الرصيف مرمية، والصراخ ابتدى يملى المكان، جريت من كتر خوفي، وفضلت أراقب من بعيد، شفت أم بتبكي على ابنها الوحيد، بتصرخ وتقول آه يا عينيا، واللي بيدور على اخوه في ناحيه، وحبيبه بتدور على الحب اللي كان عايش سنين في حب وحنان، على المستشفى كله ابتدى يجري بجنون، وانا لسه واقفه في نفس المكان، ولقيت دموعي غرقت عليا، بقى من ترانيم وتسابيح لمسبحة عالمية، فضلت افوق في نفسي، اكيد انا في كابوس، واكيد لا الدبابات ما كانتش بتدوس، ومرة واحدة نور جميل خطة مسبير والتحرير، ايه ده؟ انا مش مصدقة اللي شايفاه، شفت مينا ومايكل وغيرهم على الأرض كانوا مدروسين، والملايكة والقديسين شايلين أرواحهم وصاعدين، السما ابتدت تظهر بلون غريب، كأنها فرحانة وبترحب ترحيب، وسمعت صوت السما بيقول أنا للمسيح، أنا للمسيح وصلت على طول، اتعزيت والفرح ملاني، ومن ساعتها خليكي لنسى إن دول الشهداء وراحوا لعالم تاني، العالم اللي ربنا قال عنه، الموقع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، ولكن مشهد صغير من شهداء ميدان الحرية، شهداء وصلوا للمسيح ووصلوا للأبدية.